شحال الملك براسو دار خطابات خطابات خطابات، اين الثروه وخذ محاسبه المسؤوليه؟ احنا ما شفنا والو، ما شفنا، هذه مجرد شعارات في في الخطاب، مجرد شعارات. خصنا الكلام ان يترجم الى ارض الواقع. المسؤوليه مقرونه بالمحاسبه، قرونا بالمحاسبه. والملك هو براسو اعترف، قال لك سيدي انا براسي كيتلاقاو لي الناس شكايات، الناس كتشكاو لي. ايوا الا كيتشكاو لك الناس، فين هاد المسؤولين؟ هذا حاسب المسؤولين الا ما خداش ديال الحبس. الا السيد هاد المسؤول هذا حطيتيه انت مثلا هنا في الريف وكيتعرض لك الناس في الشارع وما خداميش، هذاك السيد انا شخصيا انا لو كنت كنحكم، جا عندي مواطن تشكالي وجا الاخر تشكالي وجا تشكالي، بحال الرئيس ديال شي مؤسسه، مدير ديال مؤسسه اللي فسد، راه من نهار اللي خدا الخرصه غادي يخلص غيمشي للحبس وغادي يرجع الفلوس من نهار اللي بدا الخدمه، فيكون عبره لمن لا يعتبر.